لو ما شفتش الجزء الاول فروح شوفه. وقفنا في الجزء الاول ان في شخص اسمه تومي جه عند بيت ساكورا وكان شايل ساكورا وعايز يخطفها، وبيحاول يوكي واوجامي يوقفوه بس ما كانوش قادرين عليه، وده لان هيتومي بيمتلك قوه جباره جدا. وزي ما قلنا قبل كده ان هيتومي كان شغال في المنظمه بتاعت اوجامي في الماضي، وكان هيتومي من اوائل الناس اللي اشتغلوا في المنظمه، عشان كده هو اقوى واحد فيهم. المهم بيتدخل هيبكي وبيشد هيتومي من رجله، بس بيقدر هيتومي يفلت منه، وبتكون الاميره جات وخدت الساكورا من هيتومي، وبيكون توكي كمان وصل، وبكده يكون اعضاء المنظمه كلهم موجودين. وبيسأل اوجامي هيتومي انت هدفك ايه ورجعت تاني ليه؟ فبيقول له انا جيت عشان انتقم من رئيس المنظمه، مش هسمح لحد منكم يقف في طريقي. وبيخرج هيتومي طاقه هائله وبيضربها على كل الموجودين، ولكن بتتدخل ساكورا وبتقف قدامه وبتاخد هي الضربه ديت. والمفاجاه ان ساكورا مش بيحصل لها اي حاجه، والسبب زي ما قلنا قبل كده ان ساكورا عينه نادره وعندها قوه خاصه هي ما تعرفش عنها حاجه. فبيقول لهم هيتومي انا خلصت مهمتي هنا خلاص. وبيتضح ان هيتومي كان بيضحك على كل الاعضاء بتوع المنظمه عشان يجوا كلهم عنده هنا. في الوقت ده بيكون المساعد بتاع هيتومي راح وخطف رئيس المنظمة، وبيهرب هيتومي عشان بيكون عمل اللي جاي عشانه، وهو انه هينتقم من رئيس المنظمة، وهنعرف سبب الانتقام دوت بعد شوية. وفي الوقت ده بيكون هيبكي والفرقة بتاعته بيفكروا ازاي هيرجعوا رئيس المنظمة ويوقفوا هيتومي عند حده. وبيكون يوكي اتحول لشكل قطة لانه استخدم القوة بتاعته كتير. وبنعرف من هيبكي ان هيتومي كان هو القائد بتاعهم في الماضي، وكان شخص لطيف جدا مع الجميع، ولكن لسبب مجهول هم مش عارفينه حصل انقلاب من هيتومي على رئيس المنظمة. وهنعرف سبب الانقلاب دوت بعدين، وليه هيتومي اتحول من بطل شغال في منظمه بتحمي الناس من الاشرار الى شرير يريد الانتقام. المهم بيجي الليل والكل بيروح عشان ينام، وبيكون اوجامي واقف امام المنزل، وبيجي عنده والد ساكورا وبيقول له عايز اتكلم معاك شويه، وبيقول له والد ساكورا ان ساكورا مش بنتهم الحقيقيه، وانه وجد ساكورا وهي صغيره امام المنزل بتاعه، وقرر انه يتبناها، وده يفسر ان ساكورا مش بنت عاديه، وان القوه اللي عندها دي اكيد ورثاها من والدها الحقيقي، وبيطلب من اوجامي انه يحمي ساكورا دايما مهما حصل. ولما بيجي الصبح بيبداوا يحطوا خطه عشان يبحثوا عن هيتومي ورئيس المنظمه، بيبدا كل واحد فعلا يبحث في مكان مختلف في المدينه، وبيدخل الليل عليهم ومش بيلاقوا اي حاجه. وبتكون الاميره واقفه بتتكلم مع هيبكي على جسر، وفي الوقت ده بيكون بدا يحصل انفجارات في المدينه، فبيقول هيبكي الخطه بتاعت هيتومي بدات، وبيتضح ان هيبكي انضم لهيتومي وانقلب على المنظمه برضه، وبيهجم هيبكي على الاميره وبيوقع الجسر عليها، وغالبا كده الاميره ماتت. وبيكون يوكي شاف كل اللي بيحصل دوت من بعيد، وكان الساكورا ماشيه وراجعه لبيتها، فبيجي عندها هيبكي وبيخدعها، بيقول لها ان اوجامي بيدور عليكي، تعالي معايا عشان نروح له. وبياخد هيبكي ساكورا لمكان غريب، وبيكون رئيس المنظمه موجود في المكان ده، وبيكون هيبكي خطف ساكورا باوامر من هيتومي، عشان يثبت هيبكي لهيتومي انه بقى في صفه، ومستعد يعمل اي حاجه عشانه، وبكده بقى ساكورا ورئيس المنظمه هما الاتنين مخطوفين، وكمان هيتومي عمل متفجرات في انحاء المدينه، وده اتسبب في موت ناس كتيره مالهاش ذنب في اي حاجه. وفي الوقت ده بتكون وصلت رساله لاوجامي من شخص مجهول، وبيكون موجود في الرساله ديت مكان هيتومي، والرساله دي بتكون وصلت لكل اعضاء المنظمه، فبيتجه اوجامي بسرعه على هناك. وما بين ما اوجامي ماشي في الطريق بيجي يوكي عنده، وبيعرفوا يوكي ان هيبكي خانهم وشافوا وهو بيموت الاميره، فبيروح بسرعه هما الاتنين لمكان هيتومي، وبيكون هيبكي واقف قدام الباب مستنيهم، فبيقول يوكي لاوجامي انا هتصرف مع هيبكي، روح انت شوف هيتومي. وبيطلع اوجامي للدور اللي موجود فيه هيتومي، بيلاقي ان كندا موجوده هناك، عشان كندا كانت جايه تقبض على هيتومي، بس بيكون هيتومي سيطر على كندا، وبترفع كندا المسدس على اوجامي عشان تموته، وبيظهر هيتومي، وبتكون ساكورا مربوطه ومش عارفه تتحرك، ويخلي هيتومي كندا تضرب على اوجامي بالمسدس، بس طبعا بيحرق اوجامي الطلقه بسهوله، فبيقول له هيتومي لو اخر طلقه في المسدس ما جاتش فيك فانا هخلي كندا تموت نفسها، بس مش بيتردد اوجامي وبيهجم على كندا عشان ياخد منها المسدس، بس بتكون هتموت نفسها خلاص، فبتقوم ساكورا وبتوقف كندا قبل ما تموت نفسها، وبيكون الفك الحبل اللي مربوطه بيه ساكورا هو الجرو الصغير اللي معاها، وبتكون كندا رجعت لطبيعتها تاني. فبيسأل اوجامي هيتومي وبيقول له انت عايز ايه بالظبط؟ فبيقول له شايف الساعات اللي موجوده في المكان دول كلهم؟ الساعات ديت بتمثل الوقت اللي مات فيه كل شخص عنده قوه خارقه وكان شغال في المنظمه، يعني كل شخص كان عنده قوه خارقه بيموت وهو بيحارب الاشرار. هيتومي كان بيحط ساعه بالوقت اللي مات فيه كتكريم للشخص ده، وهيتومي حاول زمان يحمي اصدقائه اللي كانوا شغالين معاه، لكن كانوا بيموتوا دايما وهم بيحاربوا الاشرار، ومحدش من الناس كان يعرف عندهم حاجه، يعني الناس ما تعرفش حتى ان في ابطال بتحميهم من الاشرار وبيموتوا هما بيحافظوا على حياتهم. عشان كده هيتومي قرر يوقف اللي بيحصل ده، وهو انه هيموت رئيس المنظمه، عشان رئيس المنظمه هو اللي بيدي اوامر للاشخاص اللي عندهم قوه خارقه عشان تحارب الاشرار. وكمان قرر ينتقم من الناس اللي في المدينه عشان محدش كان مهتم بموت اصدقائه، يعني من الاخر هيتومي بيعمل كل دوت
عشان الأشخاص اللي عندهم قوة خارقة، وعشان ينتقم لأصدقائه اللي ماتوا، ويحمي بقية الأشخاص اللي عندهم قوة خارقة إنهم يموتوا. بس طبعا أوجامي مش عاجبه اللي بيعمله ده، وخصوصا إنه بيموت ناس كتيرة ملهاش ذنب في أي حاجة، فبيقول لهم يتوم أنا هعمل اللي في دماغي مهما حصل، وبيكون زرع متفجرات في أنحاء المدينة كلها عشان يموت الناس تدريجيا، وبيقول لهم هيتومي كمان اللي هيحاول يقف في طريقي هشيله من على وش الأرض. فبيحرق أوجامي كل الساعات اللي موجودة، وبيقول له ما ينفعش عشان تحمي أشخاص معينة تموت أشخاص تانية ملهاش ذنب في حاجة. وفي الوقت ده بيكون المساعد بتاع هيتومي وصل عندهم، وبيكون المساعد دوت عنده قوة الجليد، وبيكون شايل رئيس المنظمة، وبيقول للمساعد لهيتومي يلا نمشي من هنا ونروح مكان تاني عشان نكمل الخطة. فبيحاول أوجامي يهجم عليه، بس النار بتاعت أوجامي ما كانتش بتأثر في الجليد بتاعه، وبيوجه المساعد ضربة لساكورا عشان يموتها، لكن بيجي توكي في الوقت المناسب وبيحمي ساكورا، فبيعمل المساعد عاصفة من الجليد قوية جدا عشان يقدر يهرب منهم. وقبل ما يهرب بيقول لهم إن في متفجرات في المكان ده، لو عايزين تعيشوا اهربوا من هنا، وبيبدأ المبنى فعلا في الانهيار. بس بتجري ساكورا بسرعة ورا هيتومي والمساعد بتاعه، ومش بيعرف أوجامي وتوكي يروح وراهم عشان بيكون في جزء من المبنى وقع وقفل باب الخروج. بتكون ساكورا ركبت مع هيتومي العربية عشان تمنعه إنه ما يموتش رئيس المنظمة، وبنشوف فلاش باك لهيتومي لما كان شغال في المنظمة، كان كل اللي عايزه وقتها إن الناس تكون عايشة في سلام ومبسوطين، ولكن مهمة ورا مهمة من محاربة الأشرار كان بيشوف أصدقائه اللي شغالين معاه بيموتوا قدام عينه، وكان بيعجز عن حمايتهم كلهم لحد لما ماتوا كل أصدقائه اللي شغالين معاه. وبعدها تم توظيف أعضاء جدد في المنظمة اللي هم أوجامي وأصدقائه اللي بيحاولوا يوقفوا هيتومي في الحاضر، ومن ساعتها هيتومي قرر يحمي أصدقائه الجدد بكل قوته، وبقى هيتومي بيشتغل مع كل شخص منهم في مهمة، بيموتوا الأشرار كلهم وبيحموا الناس، وكان هيتومي صديق قريب من كل شخص فيهم، وكان الكل بيحبه، وكان أكتر شخص قريب لهيتومي هو أوجامي. وفي يوم بيعرف هيتومي معلومة خطيرة، وهي إن مع استمرار استخدام القوة الخارقة ومحاربة الأشرار دايماً، في النهاية القوة اللي بيمتلكها الشخص بتنقلب عليه، يعني نهاية كل شخص عنده قوة خارقة بيحارب الأشرار باستمرار هي إنه هيموت بسبب الإفراط في استخدام القوة، يعني من الآخر كده القوة بتموت الملك بتاعها. فبيقرر هيتومي يروح عند رئيس المنظمة، ويقول له إنه ما ينفعش يخلي أصدقائه يحاربوا دايماً، لأن ده هيسبب في موتهم في النهاية، لكن رئيس المنظمة مش بيهتم بكلامه، وكمان حاول يقبض على هيتومي عشان ما يقفش في طريق شغله، ولكن هيتومي قدر يهرب وقتها، ورئيس المنظمة فهم كل اللي شغالين معاه إن هيتومي حاول يموته وإنه شخص خائن ولازم يموت، ومن ساعتها فضل هيتومي هربان، وهو رجع دلوقتي للانتقام. نرجع بقى للحاضر من تاني، وبيكون هيتومي رابط رئيس المنظمة فوق البرج، وعنده متفجرات عشان يموته، وبيكون كمان زرع متفجرات كتيرة جدا في أنحاء المدينة، وبيكلم هيتومي الشعب وبيقول لهم إن خلال ساعة من دلوقتي الرئيس هيموت، ويحصل تفجيرات في مناطق مختلفة عشان يدفعوا الثمن كلهم، وبيكون ساكورا موجودة مع هيتومي ومربوطة، وبيكون أوجامي عارف مكان هيتومي فين، وبيتجه للمكان اللي فيه هيتومي بسرعة عشان يوقفه، وفي الوقت ده كان توكي ويوكي وكيندا مع بعض، بيفكروا إزاي يوقفوا المتفجرات الموجودة في أنحاء المدينة، فبيقول لهم يوكي أنا هقدر أعرف مكان المتفجرات فين، وأوقفها عن طريق قوة الصوت، وبيمشي توكي وكيندا عشان يروحوا عند هيتومي، في الوقت ده بيكون أوجامي وصل عند هيتومي، وبيطلب منه يوقف المتفجرات اللي زرعها في المدينة، بس هيتومي بيرفض طبعاً. فبيهجم عليه أوجامي عشان يجبره انه يوقف المتفجرات، لكن هيتومي بتكون القوة بتاعته أضعاف أوجامي، وأوجامي مش عارف يلمسه حتى، بيفضل هيتومي يضرب في أوجامي، بيكون يوكي بدأ في تعطيل المتفجرات اللي في المدينة، وبتكون كمان الشرطة في الوقت ده وبتحاول تخرج الناس من المدينة، وبيكون توكي وصل عند رئيس المنظمة عشان ينقذه. نرجع بقى لهيتومي، وكان بيقول لأوجامي إن الرئيس شخص مش كويس، عشان بيموت الأشرار والمجرمين، فبيقول له أوجامي أنا عارف إن الرئيس شخص مش كويس، بس اللي أنت بتعمله دلوقتي ده، كده أنت شرير أكتر منه، بتموت ناس أبرياء مش مجرمين حتى. وبيقول له أوجامي كمان على الرغم انك كنت اكتر صديق قريب ليا يا هيتومي، بس انا هفضل احارب الشر مهما كان مين الشخص الشرير. فبيضربه هيتومي تاني ضربه قويه، وكان أوجامي تعب ومش قادر يستخدم القوه بتاعته، فبتيجي ساكورا وبتحاول تحمي أوجامي، فبيمسكها هيتومي بيقول لها مش هسمح لك تقفي في طريقي، وبيكون العد التنازلي بتاع المتفجرات فاضل له 10 ثواني وبيخلص العد فعلا، ولكن مش بيحصل اي حاجه عشان بيكون يوكي عطل كل المتفجرات اللي في المدينه، وبيجي يبكي عند هيتومي وبيقول له خطتك فشلت، وبيتضح ان هيبكي كان بيخدع هيتومي، هيبكي عمل نفسه انضم لهيتومي عشان يعرف ايه هي الخطه بتاعته ويقدر يوقفه. فبيقول لهم هيتومي انا الخطه بتاعتي لسه ما خلصتش، وبيقول لهم انا اخترت اكون في البرج ده هنا عشان عندي خطه بديله، وهي ان هيتومي هيولد طاقه كهربائيه في البرج، وهيبعث موجات الراديو عشان يخلي المتفجرات تشتغل تاني، وبيبدا فعلا هيتومي يولد طاقه كهربائيه للبرج، فبيحاول هيبكي يوقفه، ولكن طبعا ده كله بدون اي فايده، وبيستمر هيتومي في تنفيذ الخطه بتاعته، ولكن بيحصل فجاه حاجز اسود حوالين البرج، بيفرق الحاجز دوت على البرج كله، وبتدخل الاميره للبرج داخله رايقه، بتكون الاميره لسه عايشه، وكانت متفقه مع هيبكي انها تعمل نفسها ميته، وبتكون الاميره هي اللي عملت الحاجز الاسود دوت على البرج عشان توقف هيتومي، وبيكون يوكي كمان جه عندهم، فبيضرب هيتومي كل اللي موجودين، وبيفك
الحجز اللي اتعمل على البرج وقول لهم حاجة حلوة انكم متحدين مع بعض، بتفكروني بذكريات زمان لما كنت بحارب معاكم، بس للأسف لازم اموت الرئيس عشان اضمن انه مش هيستغل الاشخاص اللي عندهم قوة خارقة عشان مصلحته يتسبب في موتهم، ولازم كل الناس تدفع الثمن عشان كانوا مش مهتمين ان اصدقائي بيموتوا عشانهم. بيخرج هيتومي قوة كبيرة جدا وبيضرب بيها كل اللي في المكان وبيقول لهم دي النهاية خلاص، ولكن في الوقت ده بيقوم اوجامي وبيقول لهتوم الشر لازم يتواجه بالشر، بيخرج اوجامي قوة مهولة وبتكون عبارة عن تنين من اللهب، فبيحاول هيتومي يضربه ولكن بيصد اوجامي الضربة بكل سهولة، فبيغضب هيتومي وبيخرج قوته على شكل كورة من الكهرباء، فبيحاول توكي ويوكي يوقفوه لكن مكانوش عارفين يعملوا حاجة قدامه، فبيلتهم تنين اللهب بتاع اوجامي القوة بتاعت هيتومي، بيكون الكل مصدوم من قوة اوجامي، لكن هيتومي مش بيستسلم برضه وبيحاول يجمع قوته تاني عشان يهجم على اوجامي، ولكن اوجامي بيقدر يوقف القوة بتاعته تاني وبيقع هيتومي على الارض لانه استخدم قوة كبيرة جدا ومقدرش يستحملها، وبتبدأ القوة بتاعت هيتومي تنقلب ضده وتكون القوة بتموت فيه تدريجيا، ولكن قبل ما يموت هيتومي بيرجع لطبيعته تاني ويعتذر لكل الموجودين عن اللي حصل منه، وهو كان قصده يحميهم مش اكتر، لكن الموضوع زاد عن حده وبيقول لهم كنت خايف اموت وانا لوحدي لكن دلوقتي انتوا كلكم موجودين جنبي، وبيقول لاوجامي خلي بالك من بقية الفرقة. في اللحظة دي بيموت هيتومي بين ايدين اوجامي وبيكون الكل حزين عليه لانه كان صديق مقرب ليهم، وبكده بيكون انتهى الخطر وكل حاجة بترجع لطبيعتها من تاني وبيعيش العالم في سلام. بس كده دي بتكون نهاية الانمي، استنوا ملخصات اجمد بكتير في المستقبل. سلام.